عند الطرف الخارجي لعظمة لوح الكتف، تجويف هنا خارج عند اهو التجويف اللي هنا اللي فوق، ولوح عند لوح الكتف اللي هي عليه بالاسود هنا، فده تجويف الأروح. يوجد تجويف لعظمة لوح الكتف يسمى التجويف الأروح، يستقر في رأس عظمة العضد مكونا المفصل الكتفي، وده بنسميه المفصل ايه الكتفي. ده أول مفصل عندنا، مفصل الكتفي بيتكون من ايه؟ في التجويف الأروح اللي هو تابع لمين؟ تابع لعظمة اللوح الكتف، والتجويف الأروح ده يستقر في رأس عظمة العضد مكونا مفصل الكتف. الطرفان العلويان اللي هو هيبدأ العظام الطويلة. أول حاجة عندنا الطرفان العلويان، يتكون كل طرف علوي من أول حاجة عظمة العضد، بعدين عندنا الكعبرة والزند أو الزند والكعبرة، وبعدين أصابع إيه اليد أو اليد نفسها اللي هو الرسغ اليد وراحة اليد والسلميات اللي هي الأصابع. فهنتكلم أول حاجة هنقول عظمة العضد. اتنين الساعد، يتكون من عظمتين، الساعد اللي هو بعد العضد يتكون من عظمتين، الساعد يتكون من عظمتين هما الزند، يحتوي طرفها العلوي على التجويف، يبقى عندنا الزند يحتوي طرفها العلوي بتاع الزند على التجويف الذي يستقر في النتوء الداخلي للعضد. يبقى العضد ثابت فين؟ في الزند. ثابت فين؟ في الزند. يبقى على التجويف الذي يستقر فيه النتوء الداخلي للعضد. أما الكعبرة، الكعبرة هي العظمة اللي هي صغيرة دي، الأصغر في الطول. أما الكعبرة